بالنسبة لتحوير الشاشات من LCD إلى LED، تعرفون LCD عبارة عن شمعات فلوريسنت. أنا هسه ما عندي، بس راح أشبهكم على هاي الشاشة. الشمعات اللي دائما يحترقن ماكو إلها بديل، فش تسوي؟ تحول الشاشة من LCD إلى LED. الطريقة كل سهلة، ما بها أي صعوبة. أنت كل ما تسوي أن تفرغ الحاوية مالته، يعني الحوض هذا كله تتفرغه. خلينا نعتبر هاي هي عبارة عن شمعات، هاي الشمعات تكون هنايا، ونفرغ الحوض كليته حتى العاكس ما تنشيله. نجي دائما احنا من نفسخ الشاشه، من نفسخ الشاشات دائما نضم الليدات هي والعاكس مالتها. لاحظوا كاتب عليها مثلا LED 32، انا دائما اضمها هالشكل. اذا تشوفون كلها المخازن مالتي كلها هالشكل ضامن زين. تجي تفتحها بعد ما فرغت الشمعات، تفتح الغلاف هذا مالته، لاحظ انه والليدات مالتها، وتخليها بداخلها. هسه مال 32 وهاي شاشة 42، وتحاول الزيادات كلها، يعني مثلا اذا عندك الشاشة العاكس طلع تقصها بالمقص وتراوسها بداخلها، وتخلي هنا هذا الانارة مالته. طبعا راح تحير بالانارة مالته. الانارة مالته مثل ما تعرفون اكو كارتات مال الانارة مال البروجيكتر، اكو هذا الحجم 200 وشرحت عليه قبل شوية، حجم 100. هذا بحار وبارد، يعني تغذيه كهرباء 220 من ناية، وتغذي هاي الشمعات مالته حار وبارد، راح تشتغل عندك الليدات. فالطريقة كل سهلة، ما بها اي صعوبة، حتى ما يستوجب واحد يسوي عليها فيديو. مجرد الليدات تخليها هي والعاكس مالتها، يبقى نظيف عندك، وتخلي لها كارت انارة. هاي فيما يخص تحوير الشاشة من LCD.